الماضي لايك بيير ابي صعب لايك. هلا بيير صرنا بالديسكونكتد شاتنج، اسئله غير مترابطه، مواضيع ما لها علاقه ببعضها. رح نبلش باول سؤال. برنامج شي ان ان اللي بيعدوا بيقدموا سلام زعتري، بحيي لسلام، قطع فيه جمله كثير ضحكتني هذيك الجمعه بصراحه، وهيك خلتني افكر فلسفيا على طريقتك كيف انت بتشوفها. بيقول انه بنضلنا نحضر جلسات الانتخاب تبع الرئيس، بيقول جلسه الانتخاب مثل فيلم البورنو، بنعرف شو رح يصير بس بنضل نتهيش. حلو كثير. شو بس مش معقول شو بتضحك، شو مهضومه الجمله. بيوصل لوقت بيوصل الواحد بعمر الرجال، لانه البورنو للرجال ما بيقعد يتهيش كمان، بصير يعرف اللعبه. فناطرين اللبنانيه يوصلوا لوقت يعرفوا اللعبه ما يقعدوا يتهيش. بس هو شو وجه شبه بين افلام البورنو والسياسه؟ البذاءة. اي بكل بساطه. السطحيه. لمين بيلبق هالفيلم؟ عندك ابطال محددين بيلبق لهم اكثر؟ من السياسيين اللي بنعرفهم؟ لك عم تخليني افكر بالسياسيين عم يمرقوا كلهم هلا براسي على اليمين، رجال بس طبعا. شو بدك؟ بدك ابطال؟ ما تورط حالك خلص بلا السؤال، بس خلينا نحكي باطار ثاني. يعني انت بتستعمل كثير كلمه سكسي بحكيك، بالاطار الايجابي، مين البطل السياسي على طريقه سلام زعتري يلي بيهيجك؟ لا اذا بدك تحكي عن الزعيم السياسي السكسي، عم نحكي سكسي بالاطار الراقي، يعني يعني بشدني حديثه وما فيني بعد عن الشاشه لما بحضره. حسن نصر الله. اوكي، باي بلد بالعوده للمقارنه اللي عملها او المقاربه اللي عملها سلام، باي بلد يصلح نصور اكثر شيء فيلم بورنو سياسي هلا بهالايام؟ بالبورنو السياسي بالمعنى الرمزي، لما حدا هلا يتشاطر ويعمل فيها درس اخلاقي، نحن عم نحكي بالمعنى السياسي، بمعنى اللي انت عم تقول بمعنى البذاءة. وين بتشوف هيدي الشغلة؟ بليزيا. اوكي، خلينا نروح على سؤال افتراضي اخر، نحن عم نحكي عن زعماء طوائفنا، للاسف البلد مندار بطريقة طائفية، وهيدي شغلة واضحة، حتى لو حدا عمل حاله انه المصلحة الوطنية تغلب مصلحة الطائفة، ليس هذا الشيء مزبوط. إذا بنلعب لعبة خلطة الزعماء بطوائف أخرى، يعني لو كان سمير جعجع شيعي، شو كان بيتغير بالطائفة الشيعية؟ كانت الطائفة الشيعية ما بدك تجاوب؟ لا، عم جرب اتخيل سمير جعجع شيعي. عندي كثير بعد أسامي. خلينا نبلش بحدا ثاني برجع له سمير جعجع. طيب، عندنا سعد الحريري لو كان ماروني. كانوا الموارني صاروا كل مشكور. اوكي، لو جنبلاط سني. كانوا السني هنود حمر. انت شو بتقصد بهيدي الصور؟ الصور؟ ايه، يعني شو بتقصد انك فسر لي ليش نقيت هالشيء؟ هنود حمر؟ ايه، لانه صاروا الى انقراض، يعني وليد بك بتعرفي الطائفه اللي برئيسها هو هي قليله، فبقولوا دائما مزحه من هنود حمر، نحن عم نمزح لانه انا مثل ما قلتي. لا بس انت شو قصدك؟ ضد لغه الطوائف. انه شو بيصير يعني بالطائفه السنيه؟ بصيروا هنود حمر. تخلص يعني؟ بصيروا هنود حمر. طيب اوكي، لو كان رئيس بري درزي شو كان صار؟ اف كنا قلنا اكلونا الدروز. هيك عملتوا؟ ايه ايه، من باب شو؟ يعني عم تحكي ايجابي او سلبي؟ ما بعرف انه شو نيتك يعني بالموضوع لاعرف. شو كتار الدروز اكلونا الدروز. طيب نرجع، لو كان جعجع شيعي؟ لو كان جعجع شيعي كانوا الشيعه صاروا فينيقيه. ما حاسألك شو المعاني، حاترك العالم هي تحلل المعاني، لانه نيتك فيها تتاخذ على منحى ايجابي. انت عم تلعبين لعبه الطوائف. ما حاحكي، فيها تتاخذ على منحى سلبي. نحن موافقين انه ما لي علاقه بالطوائف يعني. لا لا لا, 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 لا ولا انا، نحن عم نجرب نتخيل، عم نضحك يعني، بس بطريقه يمكن تشوف وراها كيف افكارك. اذا بدي احكي، انت شخص درست مسرح، يعني فيك تركب رولز على اشخاص، وطالما المسرح اجمالا للسياسه والفن والاعلام، خلينا نستعير اشخاص وتحط لي اياهم تحت تايتل معين. الأميرة النائمة، بس مش اللي نايمة بوعيها بوسة، اللي إذا باسها بيخفى. مين الأميرة ومين اللي الأمير اللي إذا باسها بتخفى؟ بيخفى هو. هي بدها تكون نايمة وبيبوسها بدل ما تفيق بينام هو. ايه. نيلة التويني. ايه. وبيبوسها لينام محمد رعد. اوكي. منيح؟ ما حعلق. أنا ما حعلق. نحن عم نحكي مسرح، ما عم نحكي شيء ثاني. طيب، مين بقصة الأميرة والضفدع؟ أكيد بتعرفون الفيري تيلز. طبعا. بقصة الأميرة والضفدع، هي بتبوس الضفدع بصير أمير. مين اللي بتبوس الأمير بصير ضفدع؟ مين هي ومن هو الأمير؟ أو إذا بدك أعطيني واحدة من الشخصيتين. لكن خلينا نخلط الأجناس شوي. يلا. بتقبلي بهاللعبة؟ إيه؟ اللي بيكون أمير بيكون عقاب صقر. واللي ببوسه بصير ضفدع، ليصيروا ضفدع هو لؤي مقداد.
بيوتي اند بيست مين؟ انا ما بدي اعلق، انا ما انا هون بس بسمع كثير عقلي. عم تورطيني كثير عقلي. مين بيوتي اند بيست؟ لحظه، مش انه مش خليني عم شوف الوجوه هيك. خلينا نقول مصباح الاحدب وشو اسمه وزير داخليتنا؟ نهاد المشنوء. نقيتهم اثنين. مصباح الاحدب ونهاد المشنوء. طيب. جميله أوكي. ووحش. اوكي، مين الوحش ومين جميله؟ لا الجميله مصباح الاحدب ريما ولو يعني ما شو انا عم بجرب استفسر مريئه يعني براءه بحكي بس عارف انك في حاطط روز ما انت شقلبت الدنيا. ايه طيب احيانا بنلاحظ شغله بيير انه الاعلام المثلي او السياسي المثلي مثلي الجنس يعني بيطلع يعني بنعرف انه هو مثلي قد ما بطلع دعايات عن المخامرات النسائيه يعني ببالغ بهذا الشيء زياده عن اللزوم. في منه وين ما كان بهالطريقه بيستعملوا في كثير مثليين بلبنان بيلعبوا هيك بصيروا يبالغوا بذكريتهم الكذبه ليخبوا اجتماعيه. مين قصدك مين قصدك المثلي اللي يشهر مثليته ولا اللي بيلعب هاي اللعبه؟ اكيد اللي بيشهر مثليته. انا بتمنى نوصل لوقت السياسيين والاعلاميين اللبنانيين المثليين يقولوا ما بتعرف قديش بيغيروا قديش بيطوروا المجتمع. مين اكثر الاعلاميين ولا السياسيين بهذا المجال؟ اوف عندي احصاء كنسبه بشكل عام كنسبه. شوفي في شيء بيقول انه 10% من اي مجموعه بشريه جاي او لسبيان. فخلينا نفترض انه في تساوي بين السياسيين والاعلاميين وهذا الشيء بخصهم ما خصنا نحن نحكم على ادائهم. هل انت مثلي؟ سؤال وقح. بلبنان زنخ، سؤال زنخ مزبوط. بس انه عادي مثل عم تقول له هل انت يساري او يميني، هل انت بتشرب بوردو ولا بس اعتبرته زنخ السؤال بلبنان؟ زنخ لانه بيجبر ناس مخبيين انهم يعملوا الكامينج اوت تبعهم، بيعتبروها تهمه. انا بعد 18 سنه باوروبا كنت اسال هذا السؤال بكل عفويه لما جيت وانتبهت اني عم بجرح الناس. انا احس الشخص مثلي او الصبيه اسال السؤال لاقح انه عم بشتمها وتصير تقضي كل الوقت تقول انه لا هي ما هي ابدا منها هيك. طب انا مثلي تصريح وقح كمان بلبنان؟ لا ما انا تصريح انا مثلي تصريح بطوله تصريح بطولة. طيب خلينا نفوت على الانبوكس الخاص فيك، انت عم تبعت على انبوكس حدا بالاحرى ستيتمنت ببلش انت شفت البرنامج قبل. من كل عقلك لمين بتقول؟ من كل عقلك في خلاص للبنان الا بالعلمانية الشاملة. لمين عم بتقوله؟ ما بعرف، لا استاذ نبيه بر لانه بحب العلمانية السياسية. من كل قلبي لمين؟ من كل قلبي بتمنى لك النجاح والسعادة يا ريما كركي. هيدا عن جد من كل قلبك؟ هاي بدنا نعيدها لا بتكون عفوية. ثانك يو بيير ميرسي. بوسي إلى امرأة مشهورة وما بتقربك بس مع صوت وإحساس بليز على الكاميرا. فيني كون بعرفها؟ ايه بتعرفها ومشهورة بس ما بتقربك. اختار بين لبنانية وأجنبية. لا خليها لبنانية، خلينا لوكل. طيب كنت فكر بجن مرو بس طيب أنا ببعت بوسي لكارمن لبوس. اوكي وكل احساس كمان. شو طالب على ريكرياسيون؟ كان بدي ارسي، كان بدي تمر هندي جلول ولا وحده. نجيبهم من غير قرار. اخترعوهم. بس طالب رجعت دبكي وبونجوس. هلا حيوصلوا بعد البريك. بريك ومنتابع لايك كير ابي صعب لايك ومنكمل بروفايله كمان.